ينضم إلي عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ محمد مخلوف. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لملاقاة عمال مصر والتأكيد على عدد من الثوابت فيما يخص العمالة المصرية وتوفير البيئة السليمة للعمل، كيف ترى هذا الأمر وهذا التقليد السنوي؟ بداية أتوجه بالتهنئة لجموع المصريين بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية، سواء عيد تحرير سيناء أو عيد القيام المجيد أو عيد العمال الذي نحتفل به اليوم بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا أهنئ عمال مصر وأطالبهم بأن يكونوا داعمين للعملية الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة. فطبعا مصر تحتاج منا جميعا أن نزيد من الإنتاج لنصل بها للمرتبة التي نتمناها، وطبعا ده لن يأتي بدون زيادة الإنتاج. حضرتك عارفة أن مهما كانت التحديات في مصر وفي المنطقة والعالم، طول ما احنا على قلب رجل واحد محدش هيقدر يعمل معنا حاجة. دايما في كل تحدي بنبقى قلقانين منه ومن تأثيراته علينا وبنبقى خايفين، لكن بفضل الله وبفضل طمأنة قيادتنا السياسية الحكيمة والمخلصة بيكون تأثير هذه التحديات ولا حاجة. احنا عدينا العديد من الأزمات والتحديات، والقيادة السياسية حولت التحديات إلى إنجازات كما نرى اليوم وكل يوم في ربوع مصر من إنجازات ومشروعات قومية في كل قرية، في كل نجع، في كل شارع، في كل منطقة نشهد التطوير في عهد الجمهورية الجديدة عقب ثورة 30 يونيو المجيدة. فإنجازات عديدة تحققت خلال العشر سنوات الماضية بفضل وعي وحكمة القيادة المصرية والدعم الغير مسبوق من الشعب المصري لقيادته الحكيمة. يعني عايز أقول لحضرتك، مهما حصلت من أزمات ومشاكل في العالم، طالما في مصر كلنا كشعب متماسكين هنقدر نعدي أي حاجة. طبعا وضع العمال في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد تطور كبير ونقلة تاريخية من خلال تقديم العديد من المبادرات التي تدعمهم سواء اجتماعيا أو صحيا خلال السنوات الماضية. كلنا عارفين أن الدولة المصرية وضعت رؤية مستقبلية عشان تطور كل القطاعات الخاصة بالعمل، سواء كانت في كل يعني القطاعات. عايز أقول لحضرتك أن المحور الأساسي فيها في هذا التطوير هو العنصر البشري، هم الثروة المصرية من عمال مصر الوطنيين. كيف أسهمت المشروعات القومية المختلفة في توفير فرص العمل المباشر للعمالة المصرية وقللت من نسب البطالة؟ بنسبة كبيرة طبعا المشروعات الجديدة اللي بتتعمل في كل المحافظات بتوفر فرص عمل جديدة، سواء حضرتك بتتكلم على الفرص المباشرة، طبعا بتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة طبعا، بس المباشر هي التي ينظر لها بشكل كبير في توفير فرص داخل هذه المشروعات، سواء في عمليات البناء، التعمير، مشروعات خاصة بالطاقة وأيضا الطرق، الكباري، المواصلات، كافة المجالات. طبعا فرص عمل كبيرة وعديدة مباشرة للشباب، وده ساهم في تقليل نسبة البطالة. المشروعات اللي بتتعمل في كل مكان، أهل المكان وأهل البلد اللي موجودين فيه هم أول ناس وأولى ناس بتعيينهم أو توظيفهم أو توفير فرص عمل لهم في هذه المشروعات. وشفنا أبنائنا وشبابنا في كل المحافظات وجدوا العديد من فرص العمل المباشرة في هذه المشروعات واستفادوا كتير. شفنا النهاردة رسائل عدة بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته، أكد على أهمية توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة أيضا في المشروعات الجديدة. شدد أيضا على أن الدولة قامت بالعديد من الإصلاحات الخاصة بالمرأة العاملة، زي ما سيادته بيوجه دايما بتمكين المرأة، حيث حظيت في عهده بتمكين تاريخي غير مسبوق. الرئيس السيسي دائما داعم ومساند للمرأة وللعمال المصريين عموما وللشباب بالتحديد، فهو قائد ومؤمن بفكر الشباب، والدعم الذي حصل عليه الشباب والفرص تعد فرص ذهبية غير مسبوقة حصل عليها. وأنا كأحد الشباب المصري أتقدم بخالص الشكر والتقدير لقيادتنا السياسية الحكيمة على هذه الفرصة والتي منحها للشباب. نعم. تحديداً المرأة كيف حصلت على العديد من المكتسبات في السنوات الأخيرة في داخل سوق العمل ومراعاة الحقوق الخاصة بها؟ يعني شفنا المرأة في تمثيل للمرأة في كافة القطاعات في الدولة، شفنا نائبات في مجلس النواب، شفنا وزيرات من مختلف في مختلف أو في عدد مختلف من الوزارات، شفنا المرأة في مختلف المناصب القيادية، شفنا المرأة لأول مرة
قاضية في عدد من الجهات المصرية، سواء في النيابة العامة، سواء في مجلس الدولة، سواء في مختلف قطاعات وزارة العدل. نرى المرأة أيضا في كل مجالات العمل، في الشرطة، في وزارة الداخلية نجد الشرطة النسائية تقوم بدور عظيم وكبير في مختلف المنافذ المصرية، في عدة إدارات عامة ومديريات الأمن، نجدها في قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية يعني تقوم بدور كبير. فإذا المرأة حظيت وحصلت على العديد من المكتسبات، اقتحمت العديد من المجالات حتى لو كانت صعبة، حتى لو كانت صعبة لأن تتقلدها المرأة أو أن تمارسها المرأة في سوق العمل، خاصة ما بين مجتمع يحتفظ بتقاليده وعاداته لكنه حر في تفكيره وفي احترام الآخر. المرأة المصرية أيضا شغلت العديد من المناصب فيما يخص الصناعات العسكرية في داخل الدولة المصرية بجانب المهن المدنية المختلفة. بالطبع يا فندم، شغلت العديد من المناصب العسكرية والمناصب الشرطية والمدنية. عايز أقول لحضرتك المرأة يعني لها دور وطني ودور تاريخي سيخلده التاريخ بأحرف من نور، ومن هنا كان اهتمام ودعم القيادة السياسية لتمكين المرأة. وزي ما حضرتك ذكرتي شفناها في عديد من المناصب ومختلف المجالات حتى لو كانت صعبة. عايز أقول لحضرتك وزارة الداخلية فيها شرطة نسائية بتقوم بأعمال يعني عايز أقول لحضرتك لأول مرة بيتم تدريبهم على أعلى مستوى في عمليات بيشاركوا في عمليات الاقتحام والعمليات القتاليه الصعبه، وبنجدهم في عمليات مكافحه العنف ضد المراه، بيقوموا بدور مجتمعي كبير في تلقي البلاغات وفي التعامل مع السيدات. حضرتك عارفه في بلاغات كتير بتبقى يعني السيدات لهن اسرار في البيوت المصريه، يتحدثن بكل حريه مع الشرطه المصريه النسائيه، ويكون جميع بياناتهم والمعلومات التي يدلون بها في منتهى السريه. نعم. استاذ محمد، يعني رمز اختيار المكان مدينة العاشر من رمضان، وهي من أولى المدن الخاصة بالمجتمعات العمرانية المتكاملة والتي أنشأت عدد من المجمعات الصناعية إلى جانب التجمعات السكانية، يعني كيف ترى هذه الرمزية في هذا التوقيت تحديدا؟ يعني أرى أن هذا يرمز إلى اهتمام الدولة المصرية بتوطين الصناعة. فالصناعة في مصر في عهد دولة 30 يونيو حظيت بدعم كبير، وحدثت فيها طفرة كبيرة يعني على مدار الأعوام العشرة الماضية، كل ده بدعم وتوجيه من القيادة السياسية. تبلورت طبعا الطفرة دي في نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير رغم التحديات الخارجية. طبعا الطفرة دي ساهمت في تعزيز دور الصناعة في نمو الاقتصاد المصري، وزي ما قلنا من شوية في زيادة فرص العمل، لأن الحكومة المصرية طبعا يعني أدت اهتمام كبير بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير. حضرتك عارفة أن احنا في احتياج دائما للعملة الصعبة لدعم الاقتصاد الوطني، والصناعة أحد أهم هذه المصادر للدخل القومي للعملة الأجنبية. وطبعا عايز أقول لحضرتك جهود الصناعة في التنمية عديدة، زي تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وطبعا ده بيتم دمجه في الاقتصاد الرسمي. نعم. بيتم شفنا العديد من الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. شفنا يعني عايز أقول لحضرتك تسهيلات وحزمة تيسيرات غير مسبوقة تقدم لجلب المستثمرين، سواء المستثمر المصري المحلي وله الأولوية لتوطين الصناعة، وأيضا للمستثمر الأجنبي، وده طبعا ساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد القومي. بنشوف كمان المبادرة الوطنية العظيمة، مبادرة إبدأ، التي هدفها الأساسي هو مساعدة القطاع الخاص لتوطين الصناعة المصرية. طبعا حضرتك عارفة دايما كان أهل الشر بيقولوا نبعد المؤسسات الدولة، تذليل العقبات أمام هذه الصناعات الناشئة، خاصة من فئة الشباب من يريد أن يقيم مشروعه الخاص. بالضبط. فهنا يعني الدولة اتجهت لإنشاء هذه يعني لتفعيل هذه المبادرة العظيمة الوطنية، مبادرة ابدأ لمساعدة وإشراك القطاع الخاص لتوطين الصناعة المصرية. ومش بس كده، كمان بتساعد أصحاب المصانع المتعثرة عشان تقلل الفجوة الاستيرادية وتزود الصادرات المصرية. حضرتك لو اتكلمنا أو رجعنا تاريخيا، إن المبادرة دي يعني تم إطلاقها في أكتوبر 2021 على ما أتذكر، وده بتكليف من الرئيس السيسي لخريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. طبعا ده عشان ربط مبادرة حياة كريمة، المشروع العظيم مشروع القرن، بمشروع متكامل للصناعة. وطبعا ده كله بيهدف لتنمية العنصر البشري
بما يضمن استدامة المبادرة، وشفنا تحقيق نجاحات كبيرة للمبادرة في عدد سنوات قليل. نعم. إلى جانب العديد من المبادرات بر أمان للصيادين والعمالة غير المنتظمة في الداخل المصري، تتلفف حرير كمبادرة رئاسية أيضا لصناع المنسوجات والأشغال اليدوية، الكثير من التوجهات في داخل الدولة المصرية لدعم وقود الجمهورية الجديدة وهي العمالة المصرية وإرساء الدعائم المختلفة من أجل حياة أفضل. أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ محمد مخلوف.